بسم الله الرحمن الرحيم. هارون الرشيد من أعظم ملوك الدنيا ومن أشهرهم، له قصة في وفاته ورؤية لطيفة. رأى وهو في الكوفة أو في الرقة، رأى أن يدا خرجت من تحت سريره وفيها في اليد تربة حمراء، وسمع صوتا يقول: هذه تربة أو قبر أمير المؤمنين هارون، هذه تربة هارون. فاستدعى طبيبه جبريل ابن بختيشوع، وهو كان نصراني جبريل، وعرض عليه الرؤية، فأراد أن يخفف عنه جبريل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذه أضغاث، هذا حديث نفس، تسلى عنها، تلهى عنها، وحاول إنه يبعدها عن خيال الرشيد. المهم نسي الرشيد الأمر وخرج مع بعض جيوشه في طريقه إلى خراسان، حتى وصل إلى مدينة طوس. مدينة طوس مدينة كبيرة، فأصيب أو زادت عليه العلة أو المرض، ويقولون اعتقلته العلة، يعني جلس. فالمهم تعب، فتذكر تلك الرؤية، فاستدعى جبريل طبيبه وقال: أتذكر الرؤية التي حكيت لك؟ قال: نعم. فكان ماذا؟ فأرسل هارون رشيد مسرورا الخادم أو السياف، قال: أحضر لي من تربة هذه البلدة. يعني يبدو أن رشيد بدأ يشعر بشدة المرض وأنه أنه قريب الوفاة، فذهب مسرور وأحضر تربة هذه البلد، فجاء في يده تربة حمراء ومد يده إلى الرشيد هكذا. فقال الرشيد: والله إن هذه هي نفس التربة التي رأيتها في منامي، وهذه اليد هي نفس اليد التي رأيتها في منامي. وغلب على ظن الرشيد أنه سيموت، فيقول جبريل: والله ما لبث إلا 3 أيام ثم توفي. وكان في بيت يعني رجل يقال له حميد ابن أبي غانم الطائي، فأمر بأن يحفر قبره، فحفروا قبره وجلس على محفة، وأمر القراء أن يختموا القرآن، ختموا القرآن على قبره، ونظر إلى القبر وقال: هذه آخر، أو هذه الحفرة هي التي يوضع فيها ابن آدم. وهو حزين على نفسه، لأنه كان من أكبر ملوك الدنيا وملك مدة 23 سنة، يعني كان ملكه كما تحكي الكتب كان ملكا عظيما، ومات رحمه الله تعالى سنة 193 هجرية. وللعلم الرشيد كان يحج عاما ويغزو عاما، وليس كما صورته أفلام ألف ليلة وليلة من المجون وغيرها. رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.